يا رياض، ما جئت كي أكرم ماضيك، بل ليكبر بوطنيتك مستقبل الوطن، لأن الوفاء لك هو وفاء لروح مرحلة صنعت وطنا. السيد رئيس الوزراء، السادة الوزراء، لم أكن أنتظر من السيد رئيس مجلس الوزراء أن يكون في هذا المجلس الوداعي هذه الكلمة القيمة التي ألقاها. شكرا لكم جميعا، وأتمنى أن نبقى دائما قائلين جميعا عاش لبنان عاش لبنان. أيها اللبنانيون، يأتي عيد الاستقلال هذا العام قبل أيام من انتقال سدة الرئاسة الأولى إلى الرئيس العماد إميل لحود، الذي أتمنى له كل التوفيق والنجاح في مهماته. أوصيكم بالتعاون معه لاستكمال مسيرة لبنان. نعم، ليس لديكم العصا السحرية، ولكن لديكم الإدارة ولديكم الإرادة.